الصدقة ديالها. البارح جاو وخرجوها بالليل، ما نعرف اش من وقت، واش الفجر واش 12 دلير ما عرفناش، خرجوها الراس لهادجي ولا تقلبات ردات الراس الفوق. الصندوق كامل تفاد من الصندوق مهرس، هرسوا عليها، هرسوه الصندوق راه تهرس، ما بقاتش كيما داروها في الاول. ها رجلين الصندوق ها ديروا هاد الدم ديال ديروا لتحت فاش ما دابا فاش جات تموت هنا كديروا هذا كنديروا هاد الدم تحت من الصندوق. دابا هذا كنحفروه هاد الدم دابا الا حركناه هنا تبان الرجل، الا حيد انت حز غير البلا حرك غير شويه غيبان لك الرجل ديالو خارج. لا يخليها مسكين فهمتي غير شي شويه حتى لا خويا دابا رجل فاطمه الا درت رجل ديال فاطمه كاينه جوج رجلين هنا جوج رجلين دايرين بحال هكا الراس كيولي لهادجي فهنا ولا الراس رجع لهادجي. خص دابا نحفرو خصنا دابا نحفرو عاوتاني لدابا خصنا دابا خرجوها خدموا داكشي اللي خدموه هنا وقلبوه عاوتاني ردوا ليه الراس الفوق. شكون اللي لقاها الاول؟ شكون لقاها؟ راجع جات مو جاو العيالات باش يديروا ديك سميتو ديال 3 ايام فاش اليوم 3 ايام قطع داك التليفون ضربت من غير جامي سولوسين ويا نعم الجارين امي سولوسين وضربت غزان ام الزيان تقران الصواب غوشي فاطمه مسكين سين غودا نزي لا تقبل جاي نموضين نمر واحد ايوا ليا تقبل خويا مسكين خويا هاي هاي الوشا بزاف قع شفتي انت وحيد فين كنتي حيت خرجوها من القبور ها؟ فين شفتي؟ شنو قال لك؟ الصباح ما درتيش. انت الصباح فاطمة؟ لا، نعجل غاس ونيفر فرمشي. فرعوا عليه، الناس فرعوا عن غيب. فرعوا عن صافي. انت شفتيهم؟ هاي. إذا أنت واش خرجوا فاطمة من القبور وردوها عاود؟ زوجتي بنت عمي هذه بنت عمتي. كي كانت فاطمة مسكينة؟ بحال بنتي، راها قلبي محروق من جهتها. راه بنتي هذيك فاطمة راه جات عندي النهار السبت. تغدات عندي بالضحك واللعب قالت لك يا خالتي غادي نمشي حتى نهار السبت الجاي غادي نجي ان شاء الله وقسم عليه الله مات مشات للرحله لا ما علموكم مدرسه جاو عندكم شي مدرسه اللي داوها في الرحله والو غير هي قالت لك دابا ما جات حتى حيت مات هي في الرحله حتى واحد ما جا عزاوكم جاو جاو الاساتذه مساكن ديالها اللي جاو غير هما غير واش كاين التلاميذ جاو التلاميذ جاو بغاو يموتوا النهار كامل مسكين بغاو يموتوا صحاباتها وكي غتكون الحاله ديالهم حيت يشوفوها راه خرجت من القبور بغاو يقتلوا راسهم هنايا شحال بغاو يقتلوا راسهم هنايا غير جات لابيلانس وتيقتلوا راسهم وبغاو يموتوا مسكين وحده مسكين تتقول انا بغيت نمشي على بركاتو بنتي كلشي سوا الدري سوا الصغير سوا الكبير سوا كلشي المشكل دابا وهي مشات في نهارها غير هادو اللي جاو اش بغاو هاد البنت مسكين غيخليوها في القبر ديالها راه مازال شابه ومازال صغيره ومزيانه عند الناس كاملين هادشي حنا علاش تنقلبوا هادشي راه 50 هادشي 50 راه كيطرا هادشي دابا 5 سنين وما كيخرجوش منكم الموتى من هاد القبور كيخرجوا 50 هادي ما داروا لا سور لا حتى ما داروا السور ما داروا حتى شي حاجه دابا اللي مات فيكم يقدر يخرج هاد القبور راه في الخلا هاد القبور دابا راه في الخلا هاد القبور راه في الخلا انت كشاب ولد المنطقه شنو واقع في هاد القبور 50 والناس تخرج من القبور اش قول لي اش نقول لك هادشي هذا ما تعجبش وهادشي هذا تيخلع وهاد الناس هادو ما فيهم لا رحمه لا حتى شي حاجه وهاد الناس هادي راه جالسه في القبور كل عام كيجبدوا سميتو وانتم كتشوفوا الام ديالها والاب ديالها مساكين محروقين وحتى حنايا راه محروقين اكثر منهم ولكن كنتمناو من هاد المسؤولين هادو يشوفوا لنا غير الحل هاد القبور هادو يديروا لنا شي حل هاد القبور هادو فهمتي يكون عساس يكون شي حاجه المهمه شي هذا ها وانتم كتشوفوا بعينيكم دابا جات واحد الوقيته اللي غادي يموت بنادم غيتفنوه في الدار صافي يعني راه غادي تموت في الدار غادي تخليه
حداك. اما هنايا ما بقاتش الثقه، الناس ما بقاش فيها الامان وما بقاتش. تقول لك وتتشوف الميت حتى هو ما رحموش في هذا تنقول ما لا والو ما تتشوفش بين الله. هذا الشيء هذا راه هذا الشيء هذا غادي وكيتزاد، هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذا الشيء اللي غادي نقول لك. المهم هاد الناس هادو هانتوما شفتوا كل شيء، هانتوما شفتوا هاد الشابه هادي مسكينه كيقول لك اشكي دابا جدر جاو دارك الملكي لي احسن العوان جاو ما جاو داروا داك الشيء اللي عليهم. المهم قالوا لك اودي نتوما خصكم ديروا العسه ولا ديروا شي حاجه. هما ما عندهمش، قال لك حنايا كون في جهدنا شي حاجه نديروها ولكن غالب الله. تنقول لهاد الناس هادو يصبروا والديهم هادو دابا اللي تيديروا هاد الاعمال. هادو فاطمه هضر معاهم راه غايشوفوا هادو اللي كنقولوا لهم الله ياخذ فيكم الحق. وهذه راه ماشي انسانيه، وهذه راه ما عندناش حنايا في الاسلام هاد الشيء هذا، وكناخذوا كنطلبوا الله ياخذ فيهم الحق. هاد الشيء اللي كاين حيت حنايا ما شفنا لا اللي دار هاد الشيء لا والو، ولكن هادو اللي داروا هاد الشيء هذا الله ياخذ فيهم الحق. صافي هاد الشيء اللي غادي نقول ويصبر. ما قطعوا حتى حاجه، يلا با اللي جايب البالا دار لها هكا. شفت رجلين بجيب الصبيعات ديال رجليها خارجين كاملين. اسيدي كنا حنا في الدار اليوم ثلاث ايام، جاو العيالات للزياره ديال القبور. حنا عندنا هادشي في العاده، ملي جاو العيالات لقاو القبر محفور، عيطوا علينا في التليفون. جينا كنجريو لقينا القبور محفورين، ما قسناه ما والو. عيطنا للمقدم، عيط المقدم للجدارميه، جاو الجدارميه حتى شافوا، جبنا البالات قلبنا واحد شويه نشوفوا الصندوق واش مهرس ولا كذا. غير ضربنا جوج ضربات بالبالا، جبدنا الرجلين ديال المراه وجبدنا الكفن وجبدنا سميتو. الجدارميه قالوا لك ردوا التراب ردوا التراب. دابا غير سترتوها على ما تعرف. غير سترناها دابا، غير ساترينها ها هي غير بيديك كاع، غير بيديك غير دير هكا تلقى الرجلين ديال فاطمه والكفن والصندوق تهرس والقبر عامر. ودابا حيره كنديروا باش نردوها، ما وكنطلبوا من المسؤولين وداك الشيء يديروا معنا المجهود ياك ما نشوفوا. هاد الشيء كيطرى لنا شي خمس سنين هادي. دابا بالاكثريه الارملات والعزبات الارمله دابا الا ماتت تيكون عليها حق الله، وداك الشيء كيجبدوها. الا لابسه البيض ايه، هذيك اللي لابسه البيض لا عندهم بها غرض، والعزبات بحال هاد الشابه هادي دابا تيجبدوا العزبات والارملات تيجبدوهم تيحيدوا منهم داك الشيء، ولا ما نعرف يعلم والله اش تيديروا. كيغطيوهم بالتراب ما تيردوهمش حتى في القبر. شنو اللي بغيتي تقول لهاد الناس اللي تيديروا؟ تنقول لهاد الناس الله ياخذ فيكم الحق والله يبينكم في اقرب وقت ان شاء الله.